يوم الأيام قربت ويوم السبت قريب جدا. نعم. وبالتالي اليوم أحصينا عدد النواب داخل المكون السني، لدينا ما يقارب 38 صوت للأخ سالم العيساوي، لكن كنا نتمنى أنه هذا نعم من السنة 38 من السنة 38 صوت للأخ سالم العيساوي. هناك بعض النواب بسبب خلافات وعدم قناعة بشخصية السيد الدكتور محمود المشداني، بسبب توجهاته، بسبب أنه الرجل كان رئيس لمجلس النواب واستقال وما صاحب ذلك من أمور، اليوم هم ليسوا مع السيد محمود المشداني، وبالتالي هناك أكثر من 6 أعضاء داخل تحالف تقدم لن يصوتوا إلى السيد محمود المشداني. السيد الحلبوسي كان مضطرا كمن يلجأ إلى أكل الميتة حين اختار أن يدعم السيد محمود المشداني بعد أن لم يعني استنفذ كل الأمور، طالب بتعديل المادة 12 من النظام الداخلي وغيرها، لكن الكتل السياسية لم توافق الرأي وبالتالي لم يكن أمامه خيار، أما أن يدعم السيد سالم العيساوي أو أن يتجه باتجاه السيد محمود المشداني أو أن يقاطع وينسحب من العمل.